ربما أعطي أيضاً بعض المعلومات على سير الأعمال هذه اللجنة بعدما نصبت يوم السبت 19 سبتمبر من طرف السيد رئيس الجمهورية. بدلنا في الأشغال في تحضير الاقتراحات التمهيدية انطلاقاً من هذا التاريخ، و اعتمدنا منهجية كانت مبنية على أولا دراسة عميقة للقانونين ل 2016 و 2019 فيما يخص قانون الانتخابات. كانت فيه أيضا دراسة لما نسميه بالقانون العام، يعني القوانين الانتخابية التي تنظم الانتخابات في بعض الدول الإفريقية الأوروبية، كل يعني الحضارات القانونية استعملنا القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات.